مع الوزير فقط. نرحب بسعادتك في طارق السوري، وبنقول سعادتك خالص شكر وتقدير واحترام كل اهالي مركز ومدينه سمالوطه، وبخاصه طارق السوري، القريه الكريمه اللي اهلها دايما من الناس الطيبين. بنشكر سعادتك على حضورك لينا ومشاركتك على اعلى مستوى، وبنطمن اهالي قريه السوري ان كل القيادات التنفيذيه بدايه من السيد الرئيس حتى غرفه عمليات المحافظه حتى سياده اللواء جمال مشكل غرفه عمليات من امبارح بالليل، كل طلبات اهالي قريه السوري مجابه. رئيس الوزراء عارف، وزير الخارجيه عارف، وكل الجهات المسؤوله عرفت، واحنا اولادنا غاليين قوي يا اخوانا. اكيد طبعا يا باشا. وبعدين دول ولاد مصر مش ولاد حد. لا 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 مصر ولاد مصر غاليين قوي. غاليين نعم. حد ما حدش بيهمل حد. مصر غالي نعم نعم والله. وان شاء الله يرجعوا لك الف سلامه باذن الله. ان شاء الله.